بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السابع من الفصل الثاني لمقرر هندسة البرمجيات. في الجزء ده يا جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه Software Design and Implementation. معناها إيه يا جماعة؟ معناها إيه؟ هنستعرض مع بعض تصميم وتنفيذ السوفت وير. معايا؟ والمقصود بها هنا مراحل التصميم والتنفيذ بتتم إزاي؟ وإيه هي الانبوتس والاوتبوتس في المرحلة دي؟ جميل. بنقول ايه مع بعض؟ بنقول ان هذه المرحله الاوتبوت بتاعها عباره عن اكسكيوتابل سيستم. يعني ايه؟ يعني بنحول مرحله بقى السبيسيفيكيشن، تحديد المواصفات ومتطلبات المستخدم وايه اللي طالبه من البرنامج، لحاجه موجوده فعليا، حاجه اكسكيوتابل تتنفذ، تخدم الايه؟ الايه؟ ايوه، تخدم الكاستمر، مش كده؟ اذا الاوتبوت بتاع هذه المرحله هو اكسكيوتابل ايه؟ ايه؟ فايل. واكسكيوتابل سيستمز، يعني نقول مع بعض ان الموضوع ده بيعمل ايه؟ تحويل كونفرتنج السيستم سبيسيفيكيشن انتو ايه بقى؟ اكسكيوتابل ايه؟ ها؟ سيستمز. جميل. طيب السوفت وير ديزاين ده مقصود ايه بكلمه ديزاين؟ مقصود بكلمه ديزاين التصميم، وهي مرحله قبل التنفيذ. يعني ايه كلمه تصميم؟ يعني انا محتاج مثلا برنامج شاشاته ديت هتبقى شكلها عامل ازاي؟ طب هحتاج ايه؟ هحتاج قاعدة بيانات، يبقى لازم ارسم كده بايدي كده، ممكن الجداول بتاعت قاعدة البيانات، ارسم حتى شكل الشاشات، ارسم انا محتاج ايه، اعمل ديزاين. ممكن الديزاين ده على فكرة يكون بالورقة والقلم، مفيش مشكلة، ممكن يكون الديزاين على الكمبيوتر، مفيش مشكلة برضو. المهم هي مرحلة مبدئية تقدر تحدد انت محتاج ايه بعد كده. معايا؟ طيب دي اسمها ايه بقى؟ اسمها سوفت وير ديزاين، مش كده؟ وطبعا التصميم هيبقى مبني على مين؟ تحديد المواصفات السابقه، مش كده؟ جميل. طيب الامبلمنتيشن هي عمليه تحويل التصميم لحاجه فعليه على الكمبيوتر. يعني مثلا انا صممت قاعده بيانات على سبيل المثال هتفيدني في البرنامج بتاعي، جميل، ورسمت الايه؟ الجداول، حلو. طيب حين تنتقل فكره الديزاين لتنفيذ فعلي على الحاسب، يعني اخترت فعليا الداتابيس بتاعتي، خدت الاكسس، خدت الاوراكل واشتغلت عليها، ها معايا، ونفذتها فعلا على الحاسب، اصبحت عمليه امبلمنتيشن او تنفيذ. معايا؟ اذا الانتقال من الديزاين، الحاجه اللي كانت فكره قدامي بعملها بصممها وتتنفذ فعلا على الحاسب، تبقى اسمها ايه؟ امبلمنتيشن. معايا؟ طيب وخلي بالكم بقى يا جماعه، بيقول لك العمليتين دول مع بعض، السوفت وير ديزاين والامبلمنتيشن، برضه عمليات متداخله، يعني انترليف دي برضه. يعني ايه؟ يعني ممكن اثناء الديزاين اعمل امبلمنتيشن، واثناء ما انا بعمل امبلمنتيشن ارجع تاني للديزاين. معايا يا جماعه؟ طيب ممكن نشوف الكلام ده بشكل، تعال نشوف الكلام ده بشكل. احنا اتفقنا ان هي مرحله صح؟ وعمليه بتتم، اذا العمليه لها ايه؟ خطوات. بيقول لك ممكن نقسمها لثلاث اجراءات. ممكن نقول ان في ديزاين انبوتس وديزاين اكتيفيتيز وديزاين اوتبوتس. معايا يا جماعه؟ اذا عمليه الديزاين اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي بنقول انها تنقسم لايه؟ ها، لثلاث اجراءات، ديزاين ايه؟ ها، انبوتس، ديزاين اكتيفيتيز، وديزاين اوتبوتس. في الديزاين انبوت ممكن نقول ان كل من البلاتفورم انفورميشن او المعلومات اللي انا باخدها على النظام وتحديد المواصفات وتجميع الداتا ايه اللي انا محتاجها للنظام، ها، كل ده بيسميه انبوتس للديزاين بتاعي، بيساعدني كمدخل علشان ايه؟ ها، علشان اعرف هصمم ازاي، هعمل ديزاين ازاي. يبقى يا جماعه بنقول ان الديزاين بيمر بكام مرحله لغايه دلوقتي يا جماعه؟ ثلاث مراحل. اول حاجه ديزاين انبوتس. ايه هو الانبوتس بتاع الديزاين؟ نقول تاني، ها، انفورميشن وداتا وتحديد المواصفات كمان اللي احنا حددناها منين؟ تفتكر حددناها منين؟ ممكن من المستخدم، ممكن من رؤية النظام، مش كده؟ ممكن من تجميع البيانات، من الداتا، من كل معلومات انت خدتها. معايا يا جماعه؟ جميل. بعد كده بقى في الديزاين اكتيفيتيز، في ايه؟ اثناء بقى ايه؟ اجراء النظام، ببقى محتاج بقى هيكل اركتكشر، هيكل عام للتصميم. انا قلت لك بتمسك ممكن ورقه وقلم او على الكمبيوتر ورقه تصمم هيكل عام، مش كده؟ للديزاين بتاعك. وايه كمان؟ وبساعات بتصمم الشاشات، بتصمم الشاشه، الانترفيس، الديزاين. يعني ايه؟ بتصمم الشاشه نفسها اللي قدامك، اللي انت ايه؟ اللي انت هتكونها. وكومبوننت ديزاين، تقول الشاشه دي هتستخدم اي مكون، اي كومبوننت. وكل دوت ممكن يخدم مين؟ الداتا بيز ديزاين، زي ما احنا حكيت لك قبل كده، قلت لك لو انت بتعمل قاعده بيانات كل دول يخدموا ايه؟ تصميم قاعده البيانات بتاعتك. طيب في الاوتبوتس يا جماعه،
ايه مرحله الاوت كوم اللي هو المرحله النهائيه في الديزاين. بيقول لك هتلاقي عندك سيستم اركتكتشر، هتلاقي هيكل عام للنظام عندك اتبنى، هتلاقي تحديد مواصفات الداتابيز، داتابيز سبيسيفيكيشن، وهتلاقي عندك كمان انترفيس سبيسيفيكيشن، تحديد مواصفات بقى الايه الواجهه اللي هتتعامل مع اليوزر مع المستخدم، شكل الشاشه اللي هتتعامل مع المستخدم، وكمان هتحدد الكومبوننت سبيسيفيكيشن، تحديد الايه المكونات اللي موجوده في البرنامج اللي انت هتستخدمها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.